لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا ضيوف الرحمن، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص مناسك الحج إلى بيت الله الحرام. وهكذا يا ضيوف الرحمن، وصلت بنا مطايا الأشواق إلى صعيد عرفات. وما أدراك ما صعيد عرفات؟ إنه صعيد طاهر يستدعيك الله تعالى بعد أن أحرمت، وبعد أن طفت بالبيت، وبعد أن سعيت بين الصفا والمروة، وبعد أن مكثت أياما بمكة، تذكر الله تعالى وتجأر إليه. ها هو سبحانه وتعالى يستدعيك على صعيد عرفات الطاهر ليغفر ذنبك ويستر عيبك ويفرج كربك ولينيلك حجا مبرورا وسعيا مشكورا. فما هو يوم عرفة؟ يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، الذي إذا أشرقت شمسه هفت قلوب الملايين إلى صعيد عرفات الطاهر، بل تهفو في ذلك اليوم المبارك قلوب الملايين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. الأنظار تتوجه إلى عرفات، والقلوب تهوي إلى عرفات، كل ذلك طمعا في الرضا وطمعا في القبول. يوم التاسع من ذي الحجة هو يوم الحج الأكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وهذا الركن، ركن الوقوف على صعيد عرفات، هو الركن الثالث من أركان الحج، وهو الركن الذي لا يتقدم ولا يتأخر عن زمانه ومكانه. وأقدم لكم فكرة عن سبب التسمية، لماذا سمي بصعيد عرفات. قيل لما نزل أبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء من جنة الاختبار، التقيا بعد النزول على صعيد عرفات فتعارفا والتقيا وتآلفا من جديد. وقيل هو يوم عرفة لماذا؟ لأن الإنسان فيه في ذلك اليوم العظيم يعترف فيه لمالك الملك والملكوت، لقيوم السماوات والأرض، يعترف فيه بذنوبه وخطاياه. فما من مؤمن على صعيد عرفات إلا وهو يدعو الله تعالى، إلا وهو يقر بذنبه ويعترف بخطيئته ويسأل الله تعالى العفو والغفران. وقيل سمي بصعيد عرفات ويوم عرفة لأن المؤمن بدعائه والتجائه إلى الله تعالى يتعرف إلى الله تعالى، أي يكون أقرب ما يكون من الله وأصدق ما يكون مع الله سبحانه وتعالى. يكون في ذلك الموقف باكي العين، خاشع القلب، خاضعا متذللا لله سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم ولسائر الحجاج القبول والمكرمة يوم عرفات.
يوم عرفة هو اليوم الذي يجمع كل الحجيج، وصعيد عرفة هو الصعيد الذي يجمع كل الحجيج. ويتصور بعض الناس أن صعيد عرفات هو جبل كله، والحقيقة غير ذلك. فصعيد عرفات هي أرض منبسطة تقريبا مساحتها 3 كيلومتر على 3 كيلومتر، يعني تقريبا مساحتها 9 كيلومتر مربع. يتوسط هذه المساحة جبل صغير يسمى جبل الرحمة، وهذا المثال الصغير الذي بين أيديكم نرمز من خلاله إلى بعض خصوصيات وبنايات صعيد عرفات. فهنا مثلا هذا المثال نرمز به إلى مسجد نمرة، ومسجد نمرة هو مسجد فخم كبير يوجد على صعيد عرفات، وهو المكان الذي أقيمت فيه خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جزء خارج على صعيد عرفات، وهذا منهي عن المقام فيه، ولا تعقد نية المقام على صعيد عرفات فيه، فهو خارج عن عرفات كما أشرنا في المثال. أما هذا المثال فنرمز به إلى المخيمات، فمثلا يكون هذا المخيم التونسي الذي يأوي الحجاج التونسيين من مختلف الولايات. وهذا الجبل الصغير نرمز به إلى ما يعرف بجبل الرحمة، وهذا العمود أعلى الجبل. وفي يوم عرفة لا يسن الخروج من مكان الإقامة من المخيم، ولا يسن الصعود على جبل الرحمة كما يفعل كثير من الحجاج، فلا يسن ذلك. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وقف أسفل الجبل عند الصخرات، وقف على ظهر ناقته القصواء وهو يخطب خطبة حجة الوداع كما تعلمون، وهو يوجه المؤمنين إلى مناسك الحج وشعائره، وكان يقول لهم: خذوا عني مناسككم. هذه فكرة موجزة. والآن نقول: ما هي أعمال يوم عرفة؟ وما معنى الوقوف على عرفة؟ المقصود بالوقوف هو استشعار نية الحضور، أي أنك موجود على صعيد عرفات. فسواء كانت هذه النية من قيام أو من جلوس أو حتى من استلقاء ونوم فهي جائزة. وبذلك ينقل المرضى من المستشفيات إلى عناية خاصة على صعيد عرفات ولو كانوا في سيارات الإسعاف. المهم أن يستشعر الحاج أنه موجود على صعيد عرفات. النيات عندنا 3 نيات يجب أن يعقدها الحاج وأن يتذكرها وأن يعيها. عندنا النية الأولى، فما هي أو ما وقت النية الأولى؟ النية الأولى المطلوبة هي مقام الحاج في جزء من الوقت ما بين شروق الشمس إلى قبيل الزوال، والمقام على صعيد عرفات في هذه الفترة حكمه سنة، ومن تركه فلا شيء عليه. النية الثانية والمقام الثاني على صعيد عرفات يكون من بعد الزوال وبعد صلاتي الظهر والعصر كما سنبين جمعا وقصرا إلى قبيل الغروب. هذه الفترة كلها حكم القيام والمقام والوقوف على جبل عرفات أو على صعيد عرفات واجب، ومن تركه فعليه هدي. أما الركن الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فهو بعد غروب الشمس بعد أذان المغرب ولو بدقيقة أو بضع دقائق، فهذا هو الركن، أن يستشعر الإنسان أنه واقف الوقوف الركن ويدعو الله سبحانه وتعالى. نأتي الآن إلى الترتيب. ليس هناك من عمل مخصوص في عرفات غير النية
والدعاء والمحافظة على الصلاة طبعا. ولكن اسمحوا لي أولا أن أذكر نفسي وإياكم برمزية الوقوف على صعيد عرفات، فكل الخلائق تلهج بذكر الله تعالى، تجأر إلى الله تعالى، تطمع في رحمة الله تعالى، مظهرهم واحد وشكلهم واحد، يتساوون الأمير والمأمور، الغني والفقير، العالم والأمي، الكبير والصغير، الأبيض والأسود، كلهم يقفون متساوين ينتظرون رحمة الله تعالى. ألا يذكركم هذا الموقف؟ موقف الخلائق يوم القيامة كأن هذا مشهدا مصغرا من وقفة البشرية يوم القيامة، وهي تنتظر رحمة الله تعالى، تنتظر الحساب، وتنتظر الصحف، وتنتظر المصائر، إما إلى جنة ونهر، وإما إلى نار وسعر، والعياذ بالله. ولذلك يا إخوة الإيمان لا تغفلوا عن هذه الرمزيات، انظروا إلى حكمة الله تعالى. فمثلا في صعيد عرفات الحجاج ليس لهم لا طواف ولا سعي، وليس لهم شيء من ذلك، ولكن فرغهم الله تعالى للدعاء، كأن الله تعالى يقول: يا عبد الله، يا من تغفل عن الدعاء، ها هي فرصتك للدعاء، تعرف إلى ربك، تقرب إليه، اعترف بذنبك، اعترف بخطيئتك. ولذلك من حكمة الله تعالى أن قصر لنا في الصلاة. في صعيد عرفات الظهر تصلى ركعتين، والعصر تصلى ركعتين، والمغرب تؤخر ولا تصلى في عرفات حتى نفيض إلى المزدلفة. فما هي الحكمة يا ترى؟ الحكمة أن تتفرغ لذكر الله وللدعاء، وأن تتفرغ لمناجاة الله جل وعلا. ولذلك يسن إذا رفع الأذان في مسجد نمرة، كل مجموعة في خيمتها تؤذن كل مجموعة وتقام الصلاة، فيصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ويجوز أيضا أن يؤدوا الظهر والعصر بأذانين وإقامتين، كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تكون فسحة أن ينووا الوقوف الواجب، وأن يقوموا في وقفة أولى بالدعاء قبل الغروب طبعا، ويسن أن تتكرر هذه الوقفة، ويسن للرجال أن يقوموا بهذا الدعاء من قيام، والنساء من جلوس خلف الرجال يتوجهون إلى القبلة، فيدعو بهم أحد إخوانهم من المشائخ أو العلماء أو الدعاة أو الوعاظ أو المرافقين أو من سائر المؤمنين، ويؤمنون في خشوع وإنابة، يستجلبون الخشوع ويستجلبون الخضوع ويستجلبون الاعتراف لله تعالى. هنا أوصي وأذكر أيضا بجرعات الدواء، أذكر هنا أيضا بأن يأكل الإنسان وأن يأخذ قسطا ونصيبا من الراحة، لأنه سيتم ليلته هذه منتقلا من منسك إلى منسك ومن شعيرة إلى شعيرة. أوصيكم بالتوازن، أوصيكم بالدعاء مما تفيض وتجيش به الخواطر والقلوب والحاجات، لأن الله تعالى لا يشترط السجع والتنميق في الدعاء، إنما يحب دعاء الحال الذي ينبع من القلب. فألحوا، ألحوا في الدعاء يا ضيوف الرحمن، واعلموا أن الله تعالى ما استدعاكم لهذا الصعيد إلا ليغفر لكم، وإلا ليتوب عليكم، وإلا ليقبل حجكم. فتعرفوا إلى الله تعالى بصدق الدعاء وبالإخلاص والمناجات، والله ولي المتقين. هذا والله تعالى أعلم، وهو أجل وأكرم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله والحمد لله،
والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأفتتح حصتنا هذه بالحديث عن فضل يوم عرفة، هذا اليوم الذي جعله الله تعالى يوم عفو وغفران، هذا اليوم الذي يتجلى الله تعالى على عباده وهم على صعيد عرفات فيباهي بهم ملائكته ويعدهم العفو والغفران ويقول: أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. هذا اليوم هو يوم نجاة وفوز للمؤمنين، هو يوم مكرمة للطائعين، وهو يوم حسرة وويل وثبور للشيطان الرجيم. قال عليه الصلاة والسلام: ما رؤي الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من مغفرة الله لذنوب المؤمنين وتجاوزه عن الذنوب العظام. ولذلك يا ضيوف الرحمن، ألحوا في الدعاء وأحسنوا نيتكم وثقتكم وظنكم بالله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس ذنبا يوم عرفة من ظن أن الله تعالى لن يغفر له، لأن من يظن هذا فقد أساء الأدب مع الله تعالى. أذكركم فأقول يا إخوة الإيمان، إذا سمعتم المؤذن لصلاة الظهر من يوم عرفة فقوموا، يؤذن أحدكم في الخيمة ثم يأمكم أقرأكم لكتاب الله وأعلمكم بفقه الصلاة، فتصلون الظهر ركعتين وتصلون العصر ركعتين بأذان وإقامتين أو أذانين وإقامتين، ثم تخصصون باقي الوقت إلى قبيل الغروب في ماذا؟ في الإكثار من الدعاء والإكثار من الابتهال لقيوم السماوات والأرض. ولا تنسوا أن تنووا وقفة الواجب في هذا الموضع وفي هذا الزمان، ثم يتهيأ الحجاج قبل الغروب بعد وقفة أو وقفتين من الدعاء والابتهال إلى الله تعالى، بعد أن ينالوا قسطا من الراحة، يأكلوا يشربوا دواءهم، يجددوا وضوءهم، يستعدوا بعد ذلك للخروج والإفاضة من عرفات، من على صعيد عرفات الطاهر، ولا يكون ذلك إلا بعد غروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة. فإذا غربت شمس يوم التاسع من ذي الحجة وأذن المؤذن في مسجد النمرة، تبدأ وفود الرحمن وضيوف الرحمن في الإفاضة من عرفات في رحلة جديدة وتسمى رحلة الإياب. فحين خرجنا من مكة يوم التروية، هذه تسمى رحلة الذهاب في خط السير هذا، حيث تعترض الحجاج منى وبعد ذلك المزدلفة أو المشعر الحرام وبعد ذلك عرفات، وهذا الخط يمتد لحوالي 20 أو 21 كيلومتر. فالحجاج عند ذهابهم منهم من يتوقف بمنى كما ذكرنا ويبيت ليلة التسعة، ومنهم من يستمر مباشرة إلى عرفات، فيجتمعون كلهم على صعيد عرفات ثم يخرجون في رحلة العودة صوب ماذا؟ صوب المزدلفة، صوب المشعر الحرام. ولكن قبل خروجهم من صعيد عرفات نذكرهم باستشعار نية الوقوف الركن الذي هو الحج عرفة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان عند غير المالكية يأخذون بالحديث الصحيح الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
والذي يقول فيه: من وقف موقفنا هذا، أي الموقف على عرفات، بليل أو نهار، بليل أو نهار، جزء من آخر النهار أو من أول الليل، فقد أتم حجه وأتى نسكه. ولذلك نحن نؤكد للاحتياط وللاطمئنان على الحج وعلى المناسك. وفيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان من بعد زوال يوم التاسع وصلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، قام على ظهر ناقته القصواء وقام يعلم الناس دينهم ويحثهم على طاعة الله وتقواه، وخطب فيهم الخطبة الشهيرة، خطبة حجة الوداع كما تعلمون يا إخوة الإيمان. وبعد غروب الشمس دفع النبي عليه الصلاة والسلام صوب المشعر الحرام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام آخذ بزمام ناقته حتى يقلل من سرعتها، وكان يقول لمن حوله: السكينة 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 السكينة، أي على الحجاج وهم يفيضون من صعيد عرفات، أن تعلوهم السكينة والخشوع والوقار، وأن تذرف عيونهم الدموع من خشية الله تعالى، وهم ينظرون عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن أمامهم لا يرون إلا آيات الله، لا يرون إلا السيول البشرية المتدفقة، فيقولون: تبارك الله أحسن الخالقين، يزدادون لله حبا وبدينه تعلقا، يزدادون لله خضوعا وتزلفا. نعم، يتوجهون صوب المشعر الحرام. وهنا يا إخوتي لابد أن أذكركم بقول الله تعالى حين قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم يقول بعد ذلك: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ينكر الله تعالى على من تتعلق قلوبهم فقط بالدنيا، لا يسألون الله الجنة، لا يسألون الله حسن المقامة في الجنة، لا يسألون الله المغفرة. فهؤلاء أنكر الله عليهم هذا. ثم يقول: ومنهم، أي من الناس، من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبشرهم الله تعالى بقوله: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. صدق الله العظيم. إذن على الحاج أن يجمع في دعائه بين خيري الدنيا والآخرة والطلب للدنيا وللآخرة، وبذلك يدعو بخيري الدنيا والآخرة. يخرج الحجاج وهم ينظرون ويتأملون، واعلموا أن هذا المشهد المهيب يذكرك بصورة مصغرة في يوم الحشر والنشور، يوم يخرج الناس من الأجداث سراعا، يوم يخرج الناس من قبورهم إلى أرض الحشر الأول، كلهم يتنادون ويستجيبون لأمر الله تعالى. فاحمد الله أن جعلك من المؤمنين، من الموحدين، من المسلمين. احمد الله أن جعلك من ضمن قائمة وفده الكريم الحجاج والمعتمرين. فإذا وصلتم إلى المزدلفة، إلى المشعر الحرام، تنزلون بها وجوبا. فلماذا سميت المزدلفة بالمزدلفة؟ قال بعض أهل العلم: لأن سائر أعمال الحجيج بها تكون زلفة، أي بالليل، تكون الأعمال ليلا، وبذلك سميت بالمزدلفة. وسماها الله تعالى في القرآن الكريم المشعر الحرام.
والمقصود بالمشعر الحرام هو المسجد الموجود على صعيد المزدلفة، وهو بذلك المكان الذي أقام به النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. واعلموا يا ضيوف الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة تسمى الحجة الفريدة والحجة اليتيمة وحجة الوداع، وبين من خلالها مناسك الحج للصحابة الكرام الأخيار وللمؤمنين من بعدهم، وكان يقوم بسائر الشعائر والمناسك وهو يقول: خذوا عني مناسككم. وكان من هديه وفعله صلى الله عليه وسلم أنه إذا وصل إلى وسط المزدلفة إلى المشعر الحرام أين يقام مسجد المشعر الحرام اليوم، أناخ راحلته وبنيت له خيمة وأقام هناك. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال حري بنا أن نجيب عنه. الأصل يا ضيوف الرحمن، الأصل أن يبيت الحجاج جميعا بالمشعر الحرام، هذا هو الأصل وهذا هو الواجب. إلا أنه أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لمن مكث جزءا من الليل أن يستمر في رحلته إلى منى قبل فجر اليوم الموالي، ومن ذلك أنه رخص للنساء وللعجزة وللمرضى وللسقاة وللرعاة أن يدفعوا إلى منى بعد أن مكثوا جزءا من الليل. فما هي أعمال المزدلفة؟ أولا حط الرحال، ثانيا صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير مع تقصير العشاء. المغرب لا تقصر لكنها تؤخر لتؤدى مع العشاء، ونعلم أن المغرب والعشاء صلاتين مشتركتين في الوقت. فبعد الوضوء يؤذن مؤذن، نقيم الصلاة، نصلي المغرب، بعد السلام نقيم الصلاة لصلاة العشاء ونصليها ركعتين فقط بالتقصير لتتحقق بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويجوز أن يكون ذلك بأذان وإقامتين أو أذانين وإقامتين، ولم يسبح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، يعني لم يصلي الشفع والوتر ولم يتنفل. ويجوز أيضا أن يأكل ويتناول المؤمن شيئا من طعام. وبعد ذلك يسن جمع الحصيات. النبي عليه الصلاة والسلام نام بعد ذلك، بعد أن صلى العشاء والمغرب جمعا وقصرا للعشاء وتناول شيئا من طعام أخلد إلى النوم، وكذلك فعل من كان معه إلا النساء والعجز والرعاة والسقاة. وفي فجر اليوم الموالي قام النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد صلاة الفجر عند الإسفار دفع إلى منى. أما الآن مع شدة الاكتظاظ قد يكون ذلك مستحيلا في حق كل الحجيج، لكن يجوز أقل الواجب عند المالكية هو حط الرحال والمكث جزءا من الليل. وأقله أن تحط الرحال أي تنزل من الحافلة أو السيارة، أن تتوضأ وتصلي المغرب والعشاء، أن تأكل شيئا ولو حبات تفاح أو شيء من الفاكهة، أن تجمع الحصيات، ويجوز لك بعد المكث جزء من الوقت ولو يسيرا مراعاة للتيسير، يجوز لك أن تنتقل إلى منى لتقوم بباقي أعمال يوم النحر. ومن أراد أن يبيت ليلته بالمزدلفة وقدر على ذلك فذلك هو الأصل وذلك هو الأفضل، والله تعالى أعلم وهو أجل وأكرم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.